أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الحرة: الميليشيات تحشد لتظاهرات في ذكرى مقتل سليماني ومقاطع فيديو عن اقتحام مطار بغداد. وفي الزمان: إجراءات مشددة تستبق تظاهرات الفصائل عشية ذكرى اغتيال المهندس وسليماني. وفي الشرق الأوسط: ميليشيات طهران الإقليمية تحيي ذكرى سليماني بالوعيد. نقرأ في العربي الجديد: العراق استهداف جديد لمنزل ناشط واعتقالات لمحتجين على نشر صور سليماني. وفي البيان الإماراتية: العراق حملة ضد الفساد تطيح 20 مسؤولا بدرجة وزير. أما في القدس العربي: حركة حماس توافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع. وأخيرا في الخليج الإماراتية: تدابير إغلاق في أوروبا و20 مليون إصابة في الولايات المتحدة. قالت صحيفة القدس العربي إن العراق دخل عام 2021 وسط أجواء توتر أمني جراء تصاعد مخاوف المواجهة بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى القلق من احتمال وقوع المواجهة الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على العراق. أضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذا التوتر الأمني يأتي بالتزامن مع تحشيد الميليشيات لإحياء الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد. جاء تصعيد الفصائل الولائية للموقف الأمني في هذه المرحلة مع حكومة الكاظمي والإدارة الأمريكية عبر إطلاق التهديدات والانتقادات الجارحة للكاظمي وعودة القصف بالكاتيوشا للسفارة الأمريكية وضرب قوافل نقل معدات التحالف الدولي في إطار استعراض القوة والاستعدادات لأي مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. وتزامناً مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني في بغداد التي تصادف اليوم الثالث من كانون الثاني وسط تهديدات إيرانية وميليشياوية بحتمية الرد والثأر على العملية، انسجاماً مع سياسة القوى الشيعية باستغلال المناسبات الدينية والسياسية في ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة وفرض الهيمنة على المشهد العراقي وترهيب المعارضين. فإن ذكرى اغتيال قاسم سليماني ومعاونيه تعد فرصة ذهبية لتحقيق هذا الهدف، لذا حشدت القوى الشيعية والفصائل المسلحة عناصرها لتظاهرة كبيرة في ساحة التحرير وسط بغداد بهذه المناسبة، وأقامت نصباً تذكارياً في موقع اغتيال سليماني، كما شنت القيادات الشيعية حملة اتهامات على حكومة الكاظمي بالتهاون في إعلان نتائج التحقيق في ملف اغتيال سليماني ومعاونيه ورفضها تدويل القضية بالتزامن مع مغادرة بعض قادة الحشد الشعبي إلى طهران للمشاركة في حفل تأبيني فيها، إضافة إلى تشديد المطالبات بالإخراج الكامل للقوات الأمريكية من العراق. الصحيفة تشير إلى أن مظاهر التوتر الأمني بين القوات الحكومية والفصائل الولائية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دامت حكومة الكاظمي الغارقة بالأزمات عاجزة عن اتخاذ قرار مواجهة تغول الفصائل، وهو ما عزز قناعة العراقيين بضعف موقف حكومة بغداد وفشلها ليس في ردع السلاح المنفلت فحسب، بل وفي إدارة البلاد والاقتصاد والانتخابات المقبلة وفي مواجهة الفساد وغيرها من الملفات الحساسة. كما لو أن الحرب ستقوم غدا فالمنطقة تعيش على وقع طبولها التي تتخلل تصريحات نارية توحي بأن أحدا من طرفي الصراع وهما إيران والولايات المتحدة غير مستعد للتراجع عن خطوطه الحمراء التي وضعها في تعامله مع الآخر. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن الحرب هي البديل الذي تنشد إيران الوصول إليها،
وهي هدفها العبثي الذي لن تتخلى عنه يوماً في ظل استمرار نظامها الحالي قوياً. بغض النظر عما يقوله جنرالاتها، فإن إيران كما عودتنا تقف عند حدود الكلام الناري ولن تتجاوزه. ذلك ما لا يجهله الأمريكان، يعرفون أن إيران صارت بسبب سنوات تغاضيهم وإهمالهم تملك أذرعا مجهزة بأسلحة متقدمة يمكن لها أن تشن هجمات تزعج من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تضر بمصالحها الاقتصادية أو بوجودها الدبلوماسي، غير أن تلك الأذرع ستتحاشى المساس بالقواعد العسكرية خوفا من رد فعل لا تحمد عقباه، رد فعل قد يكون عنيفا إلى درجة التدمير. حرب الأتباع تلك أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا أنها تعتبرها حربا إيرانية مباشرة، وأنها سترد على إيران إذا ما قامت أذرعها بأي عمل عدواني. لذلك فقد صار مؤكدا أنه لا إيران ولا أي من أتباعها يمكن أن يقوم بأي عمل في إمكان الولايات المتحدة أن تتخذ منه حجة لضرب إيران. ما تفعله الميليشيات وهي تنتشر في شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى يعيد العراقيين إلى أجواء الحروب التي لم تغادر ذاكرتهم، وسواء وقعت الحرب أم لم تقع على جبهات القتال فإنها بالنسبة للعراقيين واقعة في الحياة اليومية. الكاتب يرى أن الميليشيات التي تسعى إلى إنشاء مجتمع مسلح وقد نجحت في جزء من ذلك المسعى لا ترى هي الأخرى بديلاً عن الحرب، لقد نذرت العراق ليكون ساحة تلك الحرب وجبهتها الأولى، وبما أن تلك الحرب لن تقع في وقت قريب فلا بأس من أن تعتبر التحضير لها مسوغاً لاستمرارها في السيطرة على الحياة اليومية والاستيلاء على جزء من ثروات العراق. قررت الحكومة الإيرانية تقليل صادراتها من الغاز للعراق بمقدار نصف الكمية المتفق عليها بسبب عدم دفع المستحقات المالية خلال الأشهر الماضية، وهذا الإجراء أثر على عملية تجهيز الكهرباء بحيث أصبح شبه معدوم في مدينة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. إياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن الغاية الأساسية من هذا التصرف الإيراني هي الضغط على حكومة بغداد لاستحصال مبالغ مالية بالعملة الصعبة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني وتشكل ثقلا كبيرا على طبيعة علاقة النظام به. حققت الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة الإيراني لبغداد عدة أهداف سعى إليها النظام الإيراني، فقد تم خلالها مناقشة الأوضاع الأمنية في بغداد والموقف الأخير للميليشيات المرتبطة بإيران وتعزيز العلاقة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بقيمة 5 مليارات دولار إضافي وإنشاء مشاريع للطاقة الكهربائية وحصول الوفد الإيراني على مبلغ 700 مليون دولار دفعة أولى من الديون المترتبة على بغداد والبالغة 6 مليارات دولار. تبقى السياسة الإيرانية واضحة في سعيها لتحقيق مصالحها الذاتية واختيار الأوقات المناسبة لتحرج حليفتها حكومة بغداد، ولكي يستمر النزيف والتدفق المالي المقدم لطهران نتيجة التوسع في الربط الاقتصادي وارتهان الوضع الميداني في العراق بالاتفاقيات المعقودة بين بغداد وطهران بفعل وإسناد العديد من مسؤولي الأحزاب والكتل السياسية التي تساهم في استمرار تمديد هذه الاتفاقيات على الرغم من وجود العديد من المشاريع والتعهدات التي قدمت من السعودية والأردن ومصر لتزويد العراق بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية والغاز وبأسعار تفضيلية، ولكن بسبب اعتراض هذه الأحزاب ورفضها لأي اتفاق عربي لإبقاء الساحة الميدانية للنفوذ والهيمنة الإيرانية ودعم وإسناد الاقتصاد الإيراني للحصول على العملة الصعبة واستمرار توريد البضائع الإيرانية للأسواق العراقية. الكاتب يقول إنه بعد أن حققت الزيارة أهدافها أعلن وزير الطاقة الإيراني استئناف ضخ الغاز للعراق، وهذا يؤكد حقيقة الأهداف والنوايا التي يتعامل بها النظام الإيراني في علاقته مع حكومة بغداد التي تفتقر إلى مفاهيم الوفاء والإخاء والمصالح المشتركة كما يدعيه المسؤولون الإيرانيون. ما بين الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ومسودة قانون موازنة 2021 عدة روابط منهجية واضحة،
فبعد تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من دون أي استعدادات سابقة أو موازية، جاءت مسودة قانون الموازنة بنموذج متجدد لفرض الضريبة على الدخل لكامل الرواتب والأجور لموظفي الدولة والمتقاعدين على حد سواء. مازن صاحب يتساءل في صحيفة الزمان عن الكلفة الاجتماعية لهذه الإجراءات. أول مثالب الكلفة الاجتماعية أن الطبقة المتوسطة تتعامل مع سقف 2,000,000 دينار بصرف 145,000 دينار لكل 100 دولار. تتضمن أجور السكن وخطوط النقل والمدارس والكليات الأهلية والخدمات الصحية ومولدة الكهرباء لعائلة من 5 أفراد إذا كان كل من الزوج والزوجة موظفين. مقابل عدم وجود إحصائيات رسمية عن نسبة الموظفين في كل عائلة. المثلبة الثانية شيوع ظاهرة القروض بجميع أنواعها سواء البنكية أم نظام الشراء بالأقساط، ومع انخفاض متوقع يصل إلى 40% في القدرة الشرائية، كيف سيتعامل المواطن مع تسديد فاتورة الأقساط الشهرية؟ ثالث مثالب هذه الموازنة على المواطن العراقي أنه يتعامل محالة لا دولة في نفاذ القانون، فالسيادة في الأسعار ليست بيد الحكومة بل في يد التجار، وفرض الضرائب كان على موارد معيشة المواطن وليس في تقليص نفقات رفاهية. رابع هذه المثالب أن قانون الموازنة لم يعمل على نشر قائمة بالإجراءات المطلوب تنفيذها في تقشف الجهاز الإداري للدولة. مثال ذلك إلغاء تخصيص عجلات النقل لموظفي الدولة، إضافة إلى إجراءات واضحة في التعامل مع الفضائيين، ناهيك عن تخصيص حمايات لشخصيات متقاعدة أو أنها ليس لها أي منصب حكومي. ويضيف الكاتب أن تمرير هذه الموازنة سيجعل جمهور الأحزاب من الموظفين على أبواب المراكز الانتخابية للاقتراع في الانتخابات المبكرة المقبلة لصالح ذات الأحزاب المتصدية لسلطان الحكم. ولا عزاء لشهداء ساحة التحرير العراقية. القرار مصادر وهناك من يرهن مصير لبنان بدول أخرى، إنه التشخيص الأوفى للمسألة اللبنانية، أطلقه البطريرك الراعي وهو يرصد تفاقم الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتفشي وباء كورونا القاتل بشكل غير مسبوق. حنا صالح يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن لبنان البلد المتروك للأقدار يودع أهله عام 2020 الذي أثخنهم بجروحه لمواجهة مجهول يحمله عام 2021. في الظاهر منع تشظي منظومة الحكم واتساع الخلافات بين أطراف نظام المحاصصة الطائفي تأليف الحكومة الحريرية التي على الرغم من بهرجة التسميات حكومة اختصاصيين لا تعدو كونها استنساخ الحكومات السابقة، بحيث إن أكثر ما يمكن أن تقوم به هو إدارة جزئية للأزمة المستحكمة كبديل عن فراغ حكومي كامل بدأ يوم ابتدع حزب الله والقصر حكومة الواجهة. فكيف هو الحال وهذه الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال منذ 10 أغسطس بعدما أسقطتها جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ يشكل اليوم عجز منظومة الحكم عن التأليف بعد إسقاطهم فكرة حكومة المهمة التي ارتبطت بالمبادرة الفرنسية، تأكيدا أن قرار التأليف من عدمه بيد طهران، وأن كلمة السر بشأنه لم تصل بعد، لا بل إنه تأسيساً على تصريحات حسن نصر الله تم ترحيل التأليف إلى ما بعد 20 يناير كانون الثاني، وهذا بالضبط ما كان يان كوبيتش الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قد ركز عليه من خلال تغريدة قالت إن ورقة الحكومة اللبنانية انضمت إلى مروحة الأوراق العالقة في قبضة إيران بانتظار أن يحين وضعها على طاولة التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة. الكاتب يقول إن لبنان زج في صراع المحاور وفرض عليه وضع أكبر بكثير من طاقته وفوق ما يمكن أن تتحمله تركيبة الموزاييك اللبناني، وبشكل أحادي حسم هذا المنحى زعيم حزب الله الذي حدد دور لبنان كجبهة إسناد للمحور الإيراني في المنطقة وربما أكثر من إسناد عندما كشف عن نية الانتقام لمقتل قاسم سليماني.
قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن حوارا خفيا يدور بين أروقة السلطة في إيران حول خليفة المرشد علي خامنئي بعدما انتشرت أنباء عن تدهور صحته. وأفاد تقرير للصحيفة البريطانية بأن المتشددين في إيران يسعون إلى تعزيز سلطتهم مع انتشار هذه الشائعات، فيما وضعت الصحيفة أسماء لأبرز المرشحين المحتملين استنادا على آراء محللين. الصحيفة قالت إن سؤال من سيخلف المرشد الإيراني سيكون حرجاً هذا العام، حيث قد تعود إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي الإيراني. ومن المقرر أيضاً أن تجري إيران الانتخابات الرئاسية هذا العام وسط صعود لتيار المتشددين والمحافظين، لذلك يمكن لمسألة اختيار المرشد أن تحدد مسار البلاد لعقود قادمة. وانتشرت أنباء عن تدهور صحة خامنئي منذ سنوات، كان آخرها عندما قال الصحفي الإيراني المعارض محمد أحوازي في أوائل كانون الأول الماضي إن خامنئي المريض قد سلم السلطة إلى ابنه مجتبى البالغ من العمر 51 عاماً. لكن على الرغم من ذلك نجا خامنئي 82 عاماً من كل الوعكات الصحية، والتي كان آخرها جراحة في البروستات فيما سارع الطهران بنفي مزاعم تولي مجتبى السلطة خلفاً لأبيه. وقالت الباحثة في الشأن الإيراني بمركز تشاتام هاوس سانام وكيل إن تسليم خامنئي السلطة لابنه سيقلص شرعيته في إيران. وقالت الصحيفة إن من سيحل مكان خامنئي عند وفاته سيعتمد إلى حد كبير على توازن القوى داخل حكومة إيران الفصائلية، والتي تميل مؤخرا أكثر نحو المتشددين والحرس الثوري. ولفت التقرير إلى وفاة بعض أكبر المتشددين مثل محمد تقي يزدي الزعيم الروحي للتيار السياسي المتشدد، والذي قضى الجمعة عن عمر 86 عاما. كما يعتقد آخرون أن الحرس الثوري الإيراني المحسوب على المعسكر المتشدد قوي بما يكفي للتحرك مباشرة لتنصيب مرشحهم. تقع مغارة الملح التاريخية في مدينة جنجير التركية، وهي فريدة من نوعها، وتعد واحدة من أكبر مغارات العالم، وتنتج الملح منذ حوالي 5000 عام، ويمتد تاريخها إلى حضارة الحيثيين. كانت الحضارة الحيثية واحدة من الإمبراطوريات ذات النفوذ في عصرها، وبسطت سيطرتها على الأناضول وشمال سوريا. أكانت نداً للحضارات المعاصرة لها في بلاد الرافدين ومصر وبلاد فارس في تلك الفترة. تسعى بلدية جنجيري لرفع عدد الزائرين لمغارة الملح التاريخية إلى 1,000,000 زائر سنوياً بحسب رئيس البلدية إسماعيل حقي إيسن. أضاف إيسن إن عدد الزوار الذين قدموا في 2019 لزيارة المغارة بلغ نحو 150,000، وارتفع العدد في 2020 ليصل إلى 180,000 رغم وجود جائحة كورونا، خصوصا أنه لا يوجد مثيل لها في تركيا، وتعد واحدة من أكبر مغارات العالم. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.